أحبائي المستمعين، أحييكم في اسم المسيح وأرحب بكم في برنامج بصراحة، وهو برنامج خاص بالمقارنة بين الإسلام والمسيحية، يقدمه لكم القس جون بشاي والأخ رشيد. الأخ رشيد باحث في علم مقارنة الأديان. هذا البرنامج أسبوعي يأتيكم كل أربعاء من الساعة 4 عصرا وحتى 5. نستقبل أسئلتكم بعد النصف ساعة الأولى على تليفون الاستوديو 248-557-3300. فأهلا ومرحبا بكم أحبائي المستمعين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بصراحة. بصلي إن ربي يدينا وقت طيب النهاردة نستمتع فيه بحوار شيق وبناء يستفيد منه كل المستمعين. برحب بأخونا الحبيب الأخ رشيد، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك قس جون، وتحية لكل مستمعين الكرام أينما كانوا. أهلا وسهلا بيك. هنبدأ النهاردة في موضوع جديد، هو هل الإسلام صالح لكل زمان ومكان؟ ده سؤال هنطرحه النهاردة، وهنعرف من أخونا الأخ رشيد هل الكلام ده مظبوط، هل الإسلام بيصلح لكل زمان ولكل مكان ولا بس صالح لوقت معين. والأخ رشيد بصفته شخص كان عايش في الإسلام، كان مسلم سابق، فبيعرف يجاوبنا ويرد علينا أو يدينا بعض التنوير في هذا الأمر. تفضل أخ رشيد. طبعا ده موضوع مهم، خصوصا انه الكثير من المسلمين في العالم يقولون انه الاسلام صالح لكل زمان ومكان، وانه نسخ المسيحيه، وانه افضل من المسيحيه، وانه هو الدين اللي ممكن العالم كله يعتنقه بما فيهم امريكا واستراليا وكندا واوروبا، وانه حيصير حالهم احسن، بل ان الاخوان رفعوا شعار الاسلام هو الحل، يعني هو الحل لكل البشريه. فاحنا من حقنا طالما يطرح علينا هذا الشعار، من حقنا كبشر ان نسال هل فعلا الاسلام هو الحل، هل الاسلام فعلا هو اللي ممكن يصلح حال المجتمع وهو صالح لكل زمان ومكان. امين. هل الامور الموجوده في الاسلام التي لا تصلح في الأمور الموجودة في الإسلام التي لا تصلح في القرن 21، هل تصلح الأمور اللي موجودة فيه للقرن 21 ولا لا؟ يعني قصدك أنه إيه الأمور الموجودة في الإسلام اللي ما تصلحش للقرن 21؟ نعم، إيه هي؟ في أشياء كثيرة. خلينا نبدأ مثلا بمسألة الحدود اللي هي تطبيق الشريعة. طيب احنا في القرن 21، الحكومات توصلت الى انه لا يمكن، الان في اتفاق عالمي انه لا يمكن ايذاء اي انسان جسديا حين يعاقب. مثلا لو سرق شخص يحكم عليه بالسجن، ولكن لا يمكن نبتدي نعذبه في جسمه او نعمل او نحرقه او نؤذيه في جسمه. حتى اسر الحرب يمنع أن يتم الأذى الجسدي فيه. القرآن لأنه جاء في بيئة خلينا نقول صحراوية في القرن السابع، فتبنى قوانين العرب آنذاك وصارت مقدسة وصار يريدون تطبيقها في كل العصور. يعني هي ما كانتش جديدة، كانت قوانين موجودة، كانتش جديدة. لا، حد السرقة مثلا موجود سابق للإسلام. نعم. وحتى الحدود الثانية، يعني حتى حد الرجم أخذه من اليهود، يعني ما فيش أي شيء جابه الإسلام، لكن أخذ هذه الحدود وقدسها وممنوع تتكلم فيها أو تغيرها. فمثلا الآن في سورة المائدة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. حين يقول المسلم أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، هل يصلح الآن أن نأخذ حكم السرقة ونطبقه في أمريكا؟ المجتمعات الإسلامية، يعني هل يريدون أنه في يوم من الأيام نصير مثلا في سيدني في أستراليا نأخذ واحد وسط الناس ونجيبه ونقطع إيده مثل ما تفعل داعش؟ هل يريدون أنه في شوارع باريس نأخذ الزاني والزانية في سورة النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني ما ترحموهمش إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لازم الناس يتجمعوا ويكونوا شهود وتأخذوا في النص، والزاني والزانية تجلدوهم 100 جلدة، ده لو كانوا مش متزوجين. طبعا لو كانوا متزوجين في حد تاني، هو حد الرجم، انه لازم كل واحد يجيب حجارة ونبتدي نرجم. هل من المعقول الآن أنه في شوارع باريس ومدريد وفي شوارع واشنطن ونيويورك وفي شوارع مونتريال وفي شوارع سيدني وفي شوارع كل البلدان لندن نبتدي نجيب واحد زاني وواحدة زانية ونحط ونبتدي نجلدهم وكأننا في السعودية وكأننا في داعش؟ هل الذين يقولون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان ما يفكروش أنه ده مستحيل أننا نرجع للقرن السابع الهجري والسابع الميلادي ونطبق الأمور دي؟ طب في مثلا حد آخر اللي هو الصلب، سورة مائدة 33، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وهي تهمة فضفاضة، أي معنى يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يتقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والرجل اليسرى مع وهكذا الرجل اليد اليسرى مع الرجل اليمنى من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يعني جزاء اللي مثلا قطع الطريق أو لشخص نسبت له تهمة محاربة الله ورسوله مهما كانت هذه التهمة فضفاضة، أو نسبت له تهمة الفساد في الأرض رغم أنها هي أيضا تهمة فضفاضة، فلازم يقتل أو يصلب. يعني لازم نعمل صلبان الآن في القرن 21، حط الصلبان في شوارع البلدان المتقدمة. هل من المعقول؟ ما هو الإخوة المسلمون لازم يفكروا، لو هم يريدون أن كل البلدان تعتنق الإسلام معناه أنه في يوم من الأيام هيبتدي عندنا حد الحرابة، نصلب الناس في الشوارع، ويبتدي عندنا حد الجلد، ويبتدي عندنا حد الرجم، ويبتدي عندنا كل هذه الحدود تطبق علني. هل هذه الحدود صالحة لهذا العصر؟ طبعا لا. نيجي لشيء آخر، مثلا الزواج بأربعة، هل هو صالح في كل زمان وكل مكان؟ كانوا العرب وقتها بيتزوجوا بكل أنواع الزيجات وعندهم أنواع كثيرة، وكانوا يجمعوا بين أكثر من واحدة. لكن الآن مثلا النظام في أوروبا وفي أمريكا ممنوع، أو حتى المسلمين نفسهم يعني تلاقي نسبة كبيرة جدا منهم ما بيتجوزوش أربعة، يعني بيرفضوا. نعم. وكثير من الستات مسلمات بيرفضوا، بتقول لك أنا ما أقبلش واحدة، لا أقبل زوجة واحدة أخرى علي الضرة. نعم. فمستحيل. نعم. فإذا الإسلام مش صالح لكل زمان. هل يستطيع المسلم الآن أن يتزوج أربعة في بلدان أوروبية وبلدان أمريكية؟ ما لا يستطيع. فإذا هذا الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان. هم يأخذون الآن منه بعض الأشياء ويتركون حتى البلدان الإسلامية. يعني في المغرب هل يقطعون يد السارق؟ طبعا لا. في مصر هل يقطعون يد السارق؟ لا. لا. لماذا؟ مش انه هم خوفا من المجتمع الدولي يثور المجتمع الدولي. هل في البلدان الإسلامية الآن حتى في حق الزنا الزاني المحصن هل بيرجموه؟ لا. لا. طب ليه مش قادرين تطبقوا دينكم؟ لأنه صار صعب. صعب أنك تطبق هذا الدين في هذا العصر. أكيد ستظهر همجية هذا الدين إذا طبق. لا، لو أنتوا فعلا بتؤمنوا بهذا الدين وتؤمنوا أنه من عند الله وأنه كلامه لازم يطبق، ما هو لازم ترجمه في كل البلدان الإسلامية، ولازم تقطعوا يد السارق في كل البلدان الإسلامية، ولازم ترجمه ولازم تجلده. ليش معنى نضحك على السعودية لما تجلد وتصير في الجرائد، وتصير لما جلدوا رائف بدوي كانت على كل الجرائد، وانظروا ولما داعش ابتدت تطبق الحدود انظروا همجية هذه الجماعة الإسلامية، وما هذه الهمجية من ذلك الكتاب. يعني ما جابوهاش من رؤوسهم، ما نزلتش عليهم من كوكب آخر،
هي أخذوها من القرآن. يعني حين يجتمع أصحاب داعش ويقطعوا يد واحد جابوها من القرآن، ما جابوهاش، مش كانت فتوى من عندهم، كانت من سورة المائدة. نعم. فإذا الإسلام غير صالح لكل زمان ومكان. نعم. بحب أذكر أحبائي المستمعين أن احنا ناخد تليفوناتكم بعد نص ساعة، بعد الساعة 4:30، يعني بعد تلت ساعة من دلوقتي بعد ما يخلص الأخ رشيد تقديم البرنامج، وياريت الأسئلة تكون في إطار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. وتليفون الاستوديو هو 248-557-3300. أخ رشيد، هل الإسلام بيتوافق مع القوانين الأمريكية والدساتير الغربية ولا لا؟ طبعا لا. من بين أهم شيء قامت عليه البلدان الغربية وخصوصا الدولة الحديثة هو الحرية. يعني كل واحد حر. طبعا الحرية في إطارها، مش معناه أنه واحد يسرق الثاني، أو الحرية اللي مضبوطة بالقانون. لكن مستحيل أنه يعتدي على حريتك الشخصية. يعني تريد أن تكون بوذي، أهلا وسهلا، ما حدش يتدخل فيك. تريد أن تصير ملحد، أهلا وسهلا، ما حدش يتدخل فيك. أمورك الشخصية، تريد أن تعبر، مش عاجبك الرئيس، تعبر، تقول أي كلام ضد الرئيس، ما فيش مخابرات حيجي يمسكوك تاني يوم. تقول رأيك السياسي مهما كان هذا الرأي صادم، ما حدش حيمنعك. تقوم على حرية التعبير وحرية العقيدة. هل الإسلام يضمن حرية العقيدة وحرية التعبير؟ طبعا لا. هل يستطيع المسلم أن يرتد عن الإسلام حرية العقيدة؟ لا. أقول لك مرتد، من بدل دينه فاقتلوه. طب أنت، كثير من المسلمين عايشين في البلدان الغربية يستمتعون بالحرية الغربية ويأخذون يستفيدون من تلك الحرية الغربية، ومع ذلك تجد منغلق ومتزمت ويريد أن يطبق حد الردة على الذين يتركون الإسلام. إيش معنى أنت البلدان الغربية ما فرضتش عليك الأديان الموجودة فيها؟ أعطوك الحرية تبني مسجد، أعطوك الحرية تدعو لدينك، أعطوك الحرية تقرأ قرآنك مثل ما تريد، أعطوك الحرية تصلي، لكن في نفس الوقت يقول لا، هذا كلام الله وهذا كلام الرسول وينبغي أن يقتل المرتد. يعني تحس أنه في ازدواجية في الشخصية. الإسلام لا يتوافق مع القوانين الأمريكية، لأن القوانين الأمريكية تعطي حرية للإنسان. والشيء الآخر، القوانين الأمريكية تحمي اللي يترك أي دين. ما فيش أي شخص ممكن يعتدي عليه إلا لو حب المسلمون يعني يتكتروا في يوم الأيام غيروا حتى الدستور الأمريكي. أما حاليا عليهم أن يقبلوا الأمر الواقع. شيء آخر، السبي مثلا، السبي اللي هو نغزو بلدان أخرى ونأخذ بناتها سبايا، ده جزء لا يتجزأ من القرآن. ملك اليمين بيسموه، ملك اليمين ما حرموش القرآن، ده شرعوا القرآن وشرعوا الإسلام. والبلدان الإسلامية كانت من أواخر البلدان اللي حرمت الرق والعبودية، مش انه منعتها، مش انه اقتناعا، منعتها تحت ضغط البلدان الغربية. السعودية لحد 1961 فيها عبودية، يعني واحد انسان يمتلك انسان اخر، حرمته عليهم البلدان الغربية لانه خلاص صار ممنوع عالميا، لكن شرعيا غير ممنوع. ولذلك لما جاء داعش أخذوا الإزيديات سبايا لأنه غير ممنوع في بحسب الدين، واتمنع دوليا بفرض القانون الدولي، مش بي 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 بمنع من الشريعة أو بفتوى من الشيوخ. فكيف أنه سيكون الإسلام هو دين المقبول في أمريكا وإحنا بنقرر السبي؟ شيء آخر، الضرب. القرآن بيشرع ضرب النساء في حالة أنه المرأة لم تطع زوجها، بيسموها الناشز،
ففي هذه الحالة ينبغي أن يضرب في سورة النساء دي مع في 34 الرجال قوامون على النساء، وبعدين بيقول واللاتي تخافون نشوزهن فعيضوهن، الوعد مش مشكلة، واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. في أمريكا لو واحد ضرب مراته وكلمت البوليس يروح على طول للسجن. هل سيقول للبوليس قرآني بيأمرني بضرب مراتي؟ يقولوا له يعني طيب تعال قول هذا الكلام للقاضي، تتسجن وتمنع بعد ذلك من الاقتراب منها. نعم. بتصير تبلغ عنك. فإذا القرآن كتاب يمكن كان يمشي حاله في القرن السابع الميلادي بين العرب، لأن وقتها لأنه كانوا متخلفين وعندهمش قوانين متقدمة زي البلدان الغربية. أما الآن يجي واحد يقول لي أنه واضربوهن تصلح للقرن 21 وتصلح في أمريكا وفي أوروبا، أقول له جربها وتشوف. جرب اضرب مراتك وتشوف. أوكي. هل الإسلام يعني بنسمع المقولة اللي بتتقال إن الدين الإسلامي هو دين ودولة، يعني بيديك مبادئ دينية وفي نفس الوقت بيديك قوانين وضعية أو قوانين مدنية، هل الإسلام يصلح إنه يكون دين ودولة في العصر الحالي اللي احنا فيه؟ الإسلام لا يصلح دين ودولة لأسباب كثيرة. أولا الدول الحديثة الآن مبنية على الانتخاب، يعني الشعب هو اللي بيقرر مين يحكمه، الشعب في إيده السلطة. هذا غير موجود في الإسلام. الإسلام فيه خليفة ومحددش طريقة الحكم، يعني محمد لما مات حطه أبو بكر، الشيعة بيقولوا ده كان استيلاء على السلطة. أبو بكر عين عمر، عمر حدد بضع أشخاص هم اللي بيختاروا الخليفة ومشي الأمر هكذا. يعني ما فيش نظام حكم مبني على الديمقراطية، يعني يكون فيه عدل، كل إنسان يحق له أن يقول من يريد أن يكون رئيسه. ولذلك الآن البلدان الإسلامية كلها أو أغلبها تبنى النظام الديمقراطي، مع العلم أنه مش إسلامي، ما جابيش القرآن ولا جابيه الحديث ولا هو من كلام محمد. فلو كان يصلح لماذا تبنوا يعني أنماط غربية؟ الإسلام لا يصلح. ما هو زمان أيضا كان بإمكانهم يمشوا اقتصادهم بغزو البلدان الأخرى وفرض الجزية وياخدوا من عندهم الضرائب على الخراج بيسموه، ضرائب على الأرض، وياخدوا منهم أموال، وهكذا يصير أموال في خزينة الدولة الإسلامية بالاستيلاء على خيرات الآخرين. لما غزوا العراق أخذوا أموال العراقيين وممتلكاتهم وبعتوها للصندوق أو بيت المال كما يسموه، صندوق المال الإسلامي. لما غزوا مصر فعلوا نفس الشيء، لما غزوا شمال إفريقيا. أما الآن فماذا سيفعلون؟ هل سنغزو البلدان الأخرى حتى يتحسن اقتصادنا؟ ما هي النظرية الاقتصادية اللي جا بيها القرآن نمشي بيها حالنا؟ هل 2.5 بتاع الزكاة هي اللي حتبني دولة؟ انظر لأنواع الضرائب الموجودة الآن، الضريبة على الدخل، الضريبة على الممتلكات، الضريبة، كل هذه غير موجودة في الإسلام. فإذا هل حيمشي حاله ب 2.5% بتاعت الزكاة أو بالجزية أو بإعلان الجهاد على البلدان الأخرى؟ مش حيمشي. فالإسلام عاجز أنه يعطينا حلول اقتصادية. هل الإسلام ممكن يحل لنا مشكلة المواصلات؟ جاب لنا خطة ازاي؟ هل الإسلام حيحل لنا مشكلة النمو السكاني في بعض البلدان؟ ما جاب لناش أي حل. هل الإسلام حيحل لنا مشكلة البطالة مثلا، ازاي نشغل الناس اللي ما عندهاش شغل؟ ما جاب لناش. هل مشكلة الصحة ازاي نعتني بالناس اللي ما عندهمش فلوس ونعتني بيهم صحية؟ لان في البلدان الغربية ممكن اي شخص يمرض ويروح المستشفى ومش حيرموه برا.
وحياخدوا ثمن علاجه حياخدوها من ناس تانية. يعني من ضرائب الناس الآخرين. هل في أي نظام في الإسلام يورينا إزاي حنعالج اللي ما عندوش فلوس؟ ما فيش. فهم بيعيشوا من خيرات الغرب ومن الأنظمة اللي جابيها الغرب ويستوردوها وفي الأخير يقول لك الإسلام هو الحل والإسلام هو دين ودولة. الإسلام لا دين ولا دولة. الإسلام لا دين ولا دولة، لأنه الحاجات اللي جابها لا يقبلها الله ولا تقبلها الدول حاليا. أوكي، أنت في كلامك قلت أنه في مقولة بيقولوها، دي كانت منتشرة عندنا في مصر مع الإخوان المسلمين، أن الإسلام هو الحل. إيه رأيك في المقولة دي أنه الإسلام هو الحل؟ إذا هو لا يصلح لا دين ولا دولة، كيف يكون الحل؟ أنا أقول الإسلام هو المشكلة مش الحل. يعني انظر لحال البلدان الإسلامية حاليا. هل الناس بتهرب من البلدان الأوروبية وعملة يعني صف قدام السفارات الإسلامية عشان تروح للبلدان الإسلامية، أو يعملوا لجوء، ولا العكس؟ العكس ولا العكس. إحنا في المغرب ناس بتاخد اللي هي مراكب صغيرة جدا بيركبها 60-70 شخص مغامرين بأنفسهم، وكتير منهم بيموتوا في عرض البحر وهم عايزين يقطعوا البحر عشان يروحوا أوروبا، إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. بيموتوا. طب لو هو الإسلام هو الحل، كنا شفنا هذا الحل في السعودية مثلا، وشفنا هذا الحل في البلدان الإسلامية. وريني دولة واحدة في البلدان الإسلامية نجح فيها الإسلام واعطانا مجتمع صالح، مجتمع نستطيع أن نشير إليه بالأصبع ونقول انظروا هذا هو المجتمع المثالي الذي أنتجه الإسلام. ورونا في كل التاريخ، مش فقط الآن، في كل التاريخ الإسلامي دولة واحدة أنتجها لنا الإسلام ممكن نشير إليها بالبنان ونقول هذه دولة الإسلام، انظروا ما أجملها، انظروا الحل الذي أتى به الإسلام. ما فيش. كل شيء يعني للوراء. يقولون أن الإسلام يصلح حال الإنسان. بلداننا فيها أعلى نسب التحرش الجنسي. في مصر مثلا أعلى نسب التحرش الجنسي، في المغرب، في كل البلدان الإسلامية الناس بتتحرش، حتى بالمحجبات، حتى في السعودية اللي يدعوا أنه ما فيها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السرقة والغش وكل شيء. أهو رمضان جاي وممكن نعمل حلقات عن رمضان. رمضان يقولون حتى نصوم حتى نحس بالفقير، وحتى أنه تجد أكبر معدلات الاستهلاك في رمضان، وتجد الكسل الشديد، ما حدش بيشتغل وما فيش إنتاج. طب هو حل الإسلام حل لإيه يعني؟ إيه الحل اللي قدموا لنا؟ مشكلة السير مثلا، لما تكون المدن الكبرى فيها مشكلة السير، هيحلوا الإسلام إزاي؟ لما يكون في صراع نووي بين دولة ودولة زي ما شمال كوريا الشمالية الآن، هيحلوا الإسلام إزاي؟ أو أمراض لما ولما يكون في أمراض هيحلها الإسلام هو الحل. شعار جميل تحطه وتعلقه في البيت، لكن مش هينفعك في حياتك اليومية. هو طبعا المقصود به الإسلام هو الحل، أنه يطبق الإسلام، يطبق الشريعة، مش كده؟ ده المقصود بالمقولة. بس نطبقه، هل هيحل لنا المشاكل؟ نطبقه. نعم. هل قطع يد السارق هيوقف لنا السرقة؟ لا، ما كان وقفها في السعودية. ما وقفتش. وعلى فكرة جزاء السارق قطع اليد، وجزاء المختلس ما فيش. يعني ممكن يختلس ممكن يختلس المال وخلاص، واللي يسرق بيضة نقطع ايده. طب هل جلد الزاني بيوقف الزنا؟ لا طبعا. اهو في ايران كانوا بيرجموهم حتى وقف. اهو في 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 وقت داعش وكانوا بيرجموه، ومع ذلك الناس بيزنوا وسط الدولة الإسلامية اللي بيسموها داعش. نعم. يعني ازاي حل؟ مش هيحل اي شيء.
طب هو الخمر اللي بيشربوا خمر جزاءهم الجلد، وقف لنا الخمر؟ ما هو في السعودية عندهم بارات في 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 قصورهم وفي فيلالهم، وقف لنا، هيحل؟ ما هو هذا الحل اللي جابيه الإسلام؟ مقولة الإسلام هو الحل، أنا قلت هو شعار جميل بيتغنوا به، لكن على أرض الواقع مش هيحل أي مشكلة، بل بالعكس هيصير هو سبب الدمار. انظر للبلدان اللي حاولوا يحكموا فيها الإسلاميين، انظر لأفغانستان، انظر لمصر لما حكمها الإخوان، انظر لإيران اللي حكمها نظام ديني، انظر لحزب الله، انظر لكل البلدان الإسلامية، ما شفنا منها إلا الدمار. فإيه هو الحل؟ أنا شايف العكس، كل بلد يطبق الشريعة الإسلامية بيصير متخلف، كل البلدان الإسلامية في أسفل القائمة، جامعاتها في أسفل القائمة، تعليمها في أسفل القائمات، صحتها في أسفل القائمات، الاختراع، أما الاختراع والتكنولوجيا فحدث ولا حرج، كله بيستوردوه من الغرب، ما فيش أي شيء بينتجوه للعالم ويعطوه ويقدموه. فإذا إيه هو الحل؟ ورونا، فاقد الشيء لا يعطيه، ورونا نشوف في بلدانكم الإسلامية هذا الحل عشان الناس تقلده وتغير منه يعني. أمين. بذكر الأحبة المستمعين أنتوا بتستمعوا لبرنامج بصراحة، بنرحب بأسئلتكم بعد دقائق قليلة، 3 دقائق ونبتدي ناخد اتصالاتكم على تليفون الاستوديو 248-557-3300. يمكن البعض اللي بيسمعك بالشكل ده أو أنت بتكلم كده أخ رشيد بيقول أنت يعني الكلام اللي أنت بتقوله ده بتبين أن أنت ضد المسلمين، هل أنت ضد المسلمين بالكلام اللي بتقوله؟ لا بالعكس، بالعكس، أنا يعني من خلفية إسلامية وعندي أفراد من عائلتي لحد الآن مسلمين، وعندي ناس معارفي وأصدقائي مسلمون، والكثير من الناس بعرفهم مسلمين، فأنا ما فيش أي شيء ضد المسلمين، بالعكس، ما هو الإنسان الذي يحبك يعطيك نصيحة حتى لو كانت جارحة، الحقيقة جارحة. يعني نكذب على أنفسنا ونخفي نفسنا في التراب ونبتدي ندعي أنه حالنا أفضل من حال الناس، هذا نفاق وهذا يضر ولا يحل أي مشكلة. يعني لو كنت مريض أحب أن الدكتور يجي لعندي ويقول لي أنت مريض، مش هقول له أنت بتكرهني. لازم ينبهني إلى المرض اللي فيه حتى أعالجه، لأنه لو استمر ممكن يكون قاتل، ممكن يأخذ حياتي. فإحنا نتكلم عن الأمراض الموجودة في الإسلام، لعل وعسى لو استمع أي شخص مسلم يستفيق، يمكن كلمة وعيه، يمكن سؤال يصحي ضميره، لأنه إحنا الإسلام مش مفروض علينا أن نبقى مسلمين كل الوقت، الإسلام فرض على أجدادنا وأبائنا في شبه الجزيرة العربية وفي المغرب شمال إفريقيا وفي مصر، إحنا مش المفروض علينا، إحنا نستحق شيء أفضل. ما لماذا ندافع عن هذا الدين الذي خرب بيوتنا وخرب أوطاننا وخرب حياتنا؟ لماذا نتبناه ونبتدي مدافعين عنه ونموت من أجله؟ ما شفناش منه أي خير، إيه الخير اللي شفناه من هذا الإسلام؟ بالعكس، أنا أحب أن أساعد المسلمين، أنا كنت نفسي غلطان وكنت أدافع عن الإسلام، وأبويا كان شيخ جامع وكان بيدافع عن الإسلام، لكن أدركت الحقيقة، ومش أنا فقط، آلاف من الناس الآن يدركون هذه الحقيقة ويتركون هذا الدين أفواجا في إيران، في العراق، في مصر، في المغرب، في كل البلدان. لماذا؟ لأنهم اكتشفوا أنه إحنا كنا مخدوعين، كانوا تردد شعارات ويردد كلام، وإحنا خير أمة أخرجت للناس، والإسلام هو الحل، وفي الأخير نجد أنه إحنا في أسفل القائمة في كل شيء، وما عندناش أي شيء، حتى الأشياء اللي كنا بنفتخر بها طلعت أنه مش صحيحة، فلماذا نستمر في كذبة نصدقها ونضر أنفسنا ونضر أولادنا ونضر الأجيال القادمة؟ مش عيب أنه لو الواحد توقف واعترف قال أن هناك خطأ ما، هناك مشكلة ما، ينبغي أن نقف وأن نحل هذه المشكلة. أنا عن نفسي قرأت عن تابعت دروس بالمراسلة وسمعت بالراديو وتابعت سيد المسيح وأعطيته حياتي وتغيرت حياتي للأفضل. أنصح كل واحد بيسمع أنه يقرأ يشوف بدائل، والمسيح
المسيح ممكن تقرأ عنه بالإنجيل وممكن يغير حياتك، ما تبقاش إنك فقط مستسلم لأفكار تسلمتها من الآباء والأجداد وصرت تدافع عنها كالأعمى دون أن تعطي نفسك حق المقارنة وحق الاختيار. أوكي. طيب بذكر مرة تانية بالتليفون، تليفون الاستوديو 248-557-3300. أنتم تستمعون لبرنامج بصراحة مع الأخ رشيد. بناخد أول اتصال، أخ عماد برنامج بصراحة، تفضلوا أنتم على الهواء. مرحبا. مرحبا أخ عماد، تفضل. أنا أؤيد الأخ رشيد 100%. نعم. يعني الإسلام ما جاب لك دمار للبلدان، يعني أنا عراقي من أصل كلداني. نعم. جاء الإسلام احتل بلدنا، دمرنا، دمر حضارتنا، دمر ثقافتنا، هججنا. يعني الإسلام أينما حل يحل الخراب والدمار. يعني هسه إحنا حاليا نفكر بهاي الدول اللي يهاجرون، حاليا يهاجرون هالدول، هم دمروا بلادهم ويريدون يدمرون هذه البلاد أيضا اللي سترتنا إحنا. فهاي يعني حال الإسلام، هذا وضع الإسلام من 1430 سنة، يعني مو اليوم والبارحة هذا الدمار. بس بالسابق كان كل شيء غير علني، كان كل شيء مغلق، كل شيء تحت الغطاء. الآن انكشفوا، ما لهم يعني ما لهم شيء سووا سوى أنه يعلنون إرهابهم للعالم ويخوفون به العالم بطرق شتى، يعني بطرق من الشيعة ومن السنة. يعني الاثنين الشيعة والسنة مرهابيين، مو الكل وإنما الأغلبية منهم الساحقة منهم، يعني 70% أو 80% منهم يأيد الإرهاب، إذا ما كان إرهابي هو يأيد الإرهاب. 20% من المسلمين مثل كان أخ رشيد، وفي مثلا كثير من مثل أخ رشيد وغير وغير من المسلمين اللي تحولوا واللي ظلوا ملحدين واللي يريدون السلام، يفضلون السلام على الدين. نعم. يعني أنا أيد الأخ رشيد، وإحنا هواية مشتاقين الأخ رشيد، سؤال جريء، وإحنا هواية نحبه وهواية نحترمه. يعني شكرا. شكرا الله يخليك. شكرا. طيب الله يرضى عليكم. شكرا جزيلا، ربنا يباركك. شكرا لك يا حماد. بناخد اتصال تاني. ثائر تفضل انت على الهواء. هلو ثائر، برنامج بصراحة، تفضل انت على الهواء. دي سؤال أخ رشيد. أو تفضل. نعم. دائما موجود بالآيات القرآنية مصدقا لما بين يديه، مو قاعد يقول. نعم. شنو ما بين يدي محمد؟ يعني أكو 30 آية قاعد يقول إنه جاء جبريل أو جاء إنه مصدق لما بين، بينما قاعد يقول على عيسى مصدق لما بين يديه التوراة. زين. بينما محمد ما قاعد يعرف شنو هو بما بين يديه. اوكي. ما هو آخر. عندي سؤال اخر. تفضل. كتاب مال الاخ رشيد كنتم خير الامه. نعم. نخرجت للناس قاعد ينسبها للمسلمين، بينما هي منسبه للمسيحيين واهل الكتاب. يعني ضمن الكلام عن اهل الكتاب قاعد يقول أنت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأذون يعني موجودة تعمرون بالمعروف فما أعرف ليش هو رشيد قاعد ينسبها للمسلمين، بينما هي منسبة. حتى الأخ بري قال منسبة لأهل الكتاب، كنتم خير أمة خرجت للناس. يعني حتى كثير من المسلمين يقولون القرآن شو مسيحيين، لأنه هو قاعد كأنه هو كتاب تبشير المسيحية القرآن، إذا يفهموا شو قاعد يقول هو تبشير المسيحية، لكنه مع الأسف قاعد يحرفون الآيات. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. والأخ رشيد يرد على سؤالين، تفضل أخ رشيد. يا مصدقا لما بين يديه، ده المقصود بها ما وصله من الكتب السابقة، يعني اللي هي التوراة والإنجيل، مصدقا لما موجود في وقته وفي عصره من الكتب السابقة. ودي من المفارقات الغريبة، مرة بيتهم أهل الكتاب بأنهم يتلاعبون بالآيات، ومرة يقول أنه مصدق لما بين يديه، الكتب الموجودة في وقته وفي عصره، يعني بين يديه موجودة في ذلك الوقت. فإذا هي هذه هي المشكلة. بالنسبة لكنتم خير أمة أخرجت للناس،
أنا بعرف أنه في سياقها القرآني لو تأملت الآية الاحتمال الكبير أنه بتكلم عن أهل الكتاب، لكن أنا حطها مش أنا اللي بفسر، أنا حطيتها في سياقها الإسلامي لأنهم هم فسروها أنها عن الأمة الإسلامية، عن الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه في التفسير وفي الأحاديث يقصدون بها الأمة الإسلامية. فأنا خليني يعني أسلم لهم بهذا التفسير، رغم أن لو ناقشت معهم السياق القرآني ممكن تكون تتكلم عن أهل الكتاب، لكن خليني جدلا بأنه صح بتتكلم عن المسلمين. هم خير أمة في إيش؟ في شو؟ إيه الشيء اللي ممكن نقول عليه الآن أو في طيلة القرون أنهم كانوا خير أمة أخرجت للناس؟ يعني قدموا للعالم ما الذي قدموه؟ الآن كل أدويتنا تأتي من الغرب، كل المعرفة لو عايز تحب تعلم ابنك تبعته لجامعة غربية، كل العلم، كل التكنولوجيا جاية من الغرب، كل القوانين حقوق الإنسان جاية من الغرب، كل المساعدات الإنسانية اللي بتحصل تيجي من الغرب، الصليب الأحمر وغيره. لما يحصل زلزال بيجوا يساعدونا، فإحنا خير أمة في شو يعني؟ إيه اللي ممكن نعطيه للعالم ونقول عن نفسنا خير أمة أخرجت للناس؟ ما فيش. فإحنا في الحقيقة في ديل الأمم وعالة على الأمم في أشياء كثيرة. فمش ممكن ندعي هذا الادعاء. فحتى الواقع يكذب الآية، مش بس السياق، الواقع أيضا يكذب الآية. بذكر مرة تانية بتليفون الاستوديو وأنتم تستمعون إلى برنامج بصراحة مع الأخ رشيد، تليفون 248-557-3300. بناخد تليفون الأخ بولس، أنت على الهواء، تفضل. هاي مرحبا. مرحبا. برامج معكم حلوة وزينة ونستفاد من عدة هواية. شوية ثقفوا هذول أهل العمايم، كل المشاكل من جو أهل العمايم هم. زين، ماكو واحد مسلم يطلع ينتقدكم لأنه أنتم كلكم على الحق. شون هل واحد مسلم يطلع ينتقدكم؟ ما يقدر. إحنا عندنا بلد واحد عربي، لبنان، دخلوا عليها الإسلام خربوها. ما خلوا بيها كل شيء، حتى المسيحيين نزموا من عدها. والعالم كلها تعلمت من محبة وسلام من لبنان. شوي خلي واحد يطلع مسلم يحكي ينتقد، ما يقدر. تقصد يدافع عن الكلام اللي بيتقال يعني، او يرد. نعم. Thank you. شكرا ليك يا اخ بولس. هو فكرته انه عايزين حد يرد على الاسئله اللي بتتقال. انا اتمنى، لانه يا سي جون، نعم، يعني الـ 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 الاعتراف بانه عندنا مشكله. نعم. شيء صعب. نعم. انه الانسان يعترف، لأنه عنا افتخار قومي وافتخار ديني. نعم. وكأننا في حرب مع الآخرين. نعم. بالعكس، لو وقف الإنسان أمام مرآة وشاف نفسه قال هذه عيوبنا وعلينا أن نعترف بها وعلينا أن نقبل، بالعكس ده بداية الإصلاح. نعم. ده بداية الإصلاح. نعم. بناخد الأخت نهى معنا على التليفون. نعم. اتفضلي حضرتك. السلام معكم مع الأخ رشيد. أهلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك أخ رشيد. هاي دائما أنا أسمعها يعني الشيوخ، قاتلوا في سبيل الله خاطر أفواهكم، شي يقولون زين الله محتاج إلى القتال، هو قاعد في عرش العظمة، والمسيحية يقول الله محبة وسلام. يعني شلون هذا يناقض هذا يعني؟ ومن يقتلون من يبدون يقتلون في سبيل الله يقول لك لا دول مو اسلام. يعني لو تشرح يعني على مود نفهم. هاي شكرا لك. طيب شكرا لك يا اختي. بذكر مره ثانيه بتليفون الاستوديو 248-557-3300 248-557-3300. أخي رشيد، إيه اللي على المسلم اللي بيستمع للبرنامج ده أنه يعمله؟ المسلم اللي بيستمع يعمل زي ما عملت. أنا في يوم من الأيام كنت مثله، كنت مصدق وماشي مثل الأعمى. الشيوخ بيعملوا لنا غسيل دماغ، بيصيروا يصوروا لنا انه العالم كله ماشي في الطريق الغلط واحنا ماشيين صح.
واحنا الاحسن واحنا الافضل وفي يوم من الايام حنحكم العالم وديننا هو افضل شيء. نعم. لما تفتح عينيك تجد انه العكس هو الصحيح. نعم. فالمفروض انه الشخص اللي يسمع هذا الكلام يتامل فيه، يعمل مثل ما عملت، يروح يبحث حتى لو مش متاكد، يروح يبحث يقول اكيد في مشكله، اكيد هناك مشكله، ما خليني اتاكد من هذا الكلام. هل المشكله في الاسلام ام المشكله في المسلمين؟ هل المشكله في كذا المشكله في كذا؟ ويبحث عن بديل، لانه مستحيل انه نبقى سجناء هذا الدين اللي كما قلت دمرنا روحيا ودمرنا ماديا، مش فقط الجانب الروحي، دمرنا ماديا وروحيا. يعني لا احنا استفدنا من هذا الجانب ولا استفدنا من ذاك الجانب. فاذا المفروض انه الانسان يراجع نفسه، يقف وقفة، ما يبقاش يصدق كل ما يقوله. هناك احد المتصلين قال انه المشكلة في العمايم، المشكلة في الشيوخ عامة، انه هم يسوقون الناس والناس عن على حسن نية تصدقهم. نعم. على الكثير من المسلمين يعني نيتهم حسنة ويريدون أن يرضوا الله، وعندهم شوق أنه يكونوا فعلا متبعين لكلام الله، لكن مساكين لا يعرفون أنه هم تم تغييبهم، تم يعني الضحك عليهم. نعم. لا، الله 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 لا يمكن أن يكون بهذا الشكل وبهذه الطريقة. نعم. طيب بناخد تليفون إيميل ده، تفضلي. يس هاي، أهلا بيكي. أولا قام المسيح، حقا خلي يسمعني. حقا. يا خلي يسمعني آخر الشيء. سامعك الأخير الشيء. سامعك. قام المسيح قربان اسمه، حقا قام. حقا قام. حقا قام. شوية نصدق بالمسيح، مدى يصدقون بالمسيح، يصدقون بالواحد ميت ها وراح اندفن وراح، ما يصدقون اللي مات وقام، عرفت شلون؟ وثانيا هالحقد شنو هو هالحقد؟ دي يحرقون الدول، دي يحرقون البيوت، ودي يحارشون بالبنات، ودي يسوون شنو؟ ايش دا يقولون هذول الجماعه؟ احنا ما نكرههم، دائما نصلي لهم، الله ينور عقلهم ويرجعون على الطاعه وعلى السلام، عرفت؟ يا فما يصير هيك حقد. نعم. الكنائس دي يحرقوها. نعم. المحلات دي يحرقوها، الفنادق دي يحرقوها، حرام عليهم. ايش دا يحصلون؟ لو دا يحصلون فتشي ما يخالف، فلوس انعلبوا الفلوس، كل العالم شايف الفلوس، اذا عنده شرف واذا عنده غيره واذا عنده احساس. انا هيك دا اقول. شكرا لك. شكرا لك يا اختي ميلدا، ربنا يباركك. بناخذ اتصال ثاني. سامي اتفضل، برنامج بصراحه اتفضل انت على الهواء. الو، السلام عليكم لك الاخ رشيد. اهلا بيك. اهلا بيك يا سامي. بس كان عندي سؤال اخ رشيد، مثلا كان واحد امام مسجد تكلمت مع، احنا ندين التفجير في الناس، احنا ندين قلت له طيب ليش ما تطلعوا مظاهره انه يعني تشوفوا في شيء العالم انه انتم صحيح بالدين وهذا الشيء؟ قال لا، ما بس ما تنفع المظاهرات. قلت له هذا الشيء اللي لازم تسووه، انه تعبرون عن رايكم، بس هذا كذب نفاق. امزعل مني. شكرا. شكرا لك يا سامي. طيب ايه تعليقك يا اخ رشيد على المكالمات الاخيره، وخاصة المكالمة آخر واحدة؟ يعني هو أنا لا أستبعد أنه كثير من المسلمين يدينون هذه التفجيرات، يعني من قلوبهم. نعم. أنه فعلا هم ضد هذه الأمور، أنا لا أستبعد هذا الأمر. على فكرة لما نقول أنه الإسلام فيه القتل، إحنا لا نقصد أن كل المسلمين قتلوا إرهابيين. نعم. لا، في كثير من المسلمين طيبين. أحيانا البعض منهم أحسن من المسيحيين، خلينا نكون صراحة. نعم. أحسن من بعض المسيحيين. نعم. لأنه في بعض المسيحيين سيئين أيضا. نعم. لا يمثلون مسيحيتهم كما يجب. نعم. يعني فخلينا نكون صراحة، لكن في نفس لما نقول أنه الإسلام هو فيه هذه القتل وفيه هذا الإرهاب، فنحن نقصد النصوص بالضبط. يعني كثير من عندنا مشكلة مع العقيدة مش مع الأشخاص. عندنا مشكلة مع العقيدة، في ناس كثيرة لا تطبق الجهاد. نعم. لا يريدون تطبيق، سواء جهلا أنه ما يعرفوش، سواء تجاهلا مش. نعم. عايزين إما جهلا أو تجاهلا. في اللي واحد بيتجاهل بعض النصوص، ياخذ منه بعض الاشياء ويترك الباقي، وفي الناس اللي ما بيعرفوش فعلا انه عندهم جهاد وانه عندهم هذه الامور، يفتكروا عندهم صوره طيبه في اذهانهم عن الاسلام. فاذا لو
المشكلة مش أنه يستنكر ولا ما يستنكر، المشكلة هل في نصوصك ما يبرر هذا القتل ولا ما فيش. نعم. يعني هذا الإمام كان نفسي أنا أسأله طيب كل هؤلاء الذين يقتلون في العالم كله من وين جابوا هذه الأشياء؟ نعم. هل من المعقول أنه كلهم فهموا الدين غلط؟ داعش فهمت الدين غلط؟ القاعدة فهمت الدين غلط؟ بوكو حرام في نيجيريا فهمت الدين غلط؟ اللي بيفجروا أنفسهم في أوروبا وأمريكا فهموا الدين غلط؟ في سريلانكا فهموا الدين غلط؟ شو هذا الدين لكل الناس في كل البلدان في كل البقاع العالم فهموه غلط؟ نعم. يبقى مشكلة في الدين نفسه مش في الناس، في الناس، لأنه في أفغانستان في إرهابيين، في باكستان في إرهابيين، في أوروبا في إرهابيين، في كل بلد سميه ستجد إرهابيين مسلمين. إيش معنى إنه هؤلاء كلهم فهموا الدين غلط؟ أكيد في مشكلة في النصوص. نعم. طيب بذكر مرة تانية باقي لنا 15 minutes على البرنامج، بذكر مرة تانية بتليفون الاستوديو 248-557-3300 بناخد اتصال. أخ نمير أنت على الهواء. أخ نمير تفضل. قس مشاي والأخ رشيد. أهلا وسهلا بك. فرحنا شفناك الويك إند. الله يسلمكم الله يحفظكم. سؤالي هو فنقول هسه نفترض صارت حرب نووية وأبيدت البلدان المسيحية بقت بس البلدان الإسلامية، شلون راح يتصرفون الإسلام؟ لا دواء، لا سبير بارت للكهرباء، لا سيارات، لا طيارات، شلون راح يحلها الإسلام؟ هاي وحدة. وثانيا المبادئ الإسلام مو الإسلامية، أي مبادئ إذا تجيني وتقول لي تصير على ديني لو أقتلك لو أقص إيدك، هاي المبادئ بعد ما يراد لها شرح ومحاضرات وغلط، تقول له هاي المبادئ مالتك تجيني بيها أبيدك أصلخ جلدك مثل ما أصلخ جلد داعش، ما هذول ما يفيد وياهم شرح، تجيني بهاي المبادئ مثل هتلر، أنا شنو أقعد أشرح له أقول له هاي أنت هتلر وهاي جاي تقتل وهاي غلط. No. المبادئ واضحة مثل عين الشمس، تصير على ديني لو أذبحك من أي دين، أقول له تعال تقرب يمي أنا هم أصلخ جلدك وشكرا. شكرا لك أخ نمير. أنا عندي سؤال لك أخ رشيد، بالمناسبة التعليق اللي قبل الأخير عن موضوع أنه الشيخ اللي كان بيستنكر الأحداث دي لكن رفض أنه يطلع في مظاهرات عشان يعلن استنكاره، يعني السؤال هو أنه احنا قلنا قبل كده انه في بعض الايات المكيه وفي الايات الثانيه ايات السلم وايات الحرب، يعني هل يقدر المسلم العادي اللي مش عارف حقيقه دينه بالكامل انه يعيش في الاسلام بس على الايات السلميه ويقول انا هكتفي باني ماليش دعوه بايات الحرب وايات القتل وايات اللي هي ملكات اليمين وكل الحاجات دي هرفضها بس اعيش على الاسلام، هل ده ممكن يوصله لربنا؟ ده سؤال. لا، هو احنا متفقين انه لو انا مؤمن مسيحي طبعا لا اعتقد انه الاسلام يوصل لله. نعم. من الجانب الروحي يعني. نعم. بكل اشكاله سواء كان مكي او مدني او اي شيء. نعم. لكن احنا نقول انه المسلم الذي ما هو في كتير مسلمين مسالمين الان. نعم. رغم انه ما عملوش اي قرار يتبعوا المكي ولا المدني، هم فقط أنا كما قلت البعض يجهل والبعض يتجاهل. نعم. فهذا إحنا مشكلتنا عندنا مشكلتين مع الإسلام، المشكلة الروحية والمشكلة التعايش مع الناس. نعم. المشكلة الروحية أن الإسلام طريقه مسدود، يعني حتى لو نفذ الآيات السلمية لأنه مرة حلقة من الحلقات طلعت واحدة أخت بتقول أنا عايشة أنا في أمريكا وبحب كل الناس وعنديش مشاكل وهي مسلمة، يعني فده مش هيوصلها برضو ربنا، ده اللي أنا عايز أوصله يعني. طبعا هو طريق مسدود. نعم. الديد أند. نعم. الإسلام الديد أند يعني، وبالعكس ممكن ياخدك على الهاوية. نعم. لكن مشكلته أيضا مشكلة التعايش، أنه لا يصلح مثل ما هو كلامنا اليوم في هذه الحلقة، أنه لا يصلح أن يكون دين في هذا العصر، حتى دين يعني للحياة لا يصلح. نعم. لأنه في قوانين رجعية تنتمي لبيئة قاسية جدا كانت في ذلك العصر في القرن السابع، كانت هذه القوانين قاسية وتصلح لهؤلاء الناس في تلك الحقبة، وكانوا عاملينها قوانين لأنفسهم.
تجيبها لعندي في القرن 21 تقول لي هذا كلام الله ولازم يمشي عليك في القرن 21 مرفوض طبعا لا نستطيع. نعم أوكي. بالنسبة للسؤال الأخير اللي هتكلمنا فيه على المسلم اللي بيستمع لهذا البرنامج يعمل إيه؟ أنت قلت يعمل اللي أنت عملته، إيه اللي أنت عملته بالضبط؟ يعني ممكن تشرحونا شوية؟ أول شيء أنه لازم الاعتراف، يعني الإنسان لازم يدرك أنه هناك مشكلة. نعم. لأنه في كتير من الناس مغيبين مع مش مدركين أنه في مشكلة. نعم. في مشكلة كما قلت من الجانب الروحي، وفي مشكلة من الجانب التطبيقي. نعم. المدني يعني أو القانوني. المدني عايز أعيش هذا الدين وأطبقه على أرض الواقع حيوقعني في مشاكل كتيرة لا حصر لها، وأنا أعطيت بعض الأمثلة. فلازم الإنسان يدرك أن هناك مشكلة، لأنه المريض إذا لم يدرك أنه مريض لن يبحث عن الدواء. نعم. فأول شيء أنه يعترف أنه هناك مشكلة. لما يبتدي يعرف أنه هناك مشكلة، نعم، ويطلع برا الإسلام ويبتدي يناقش الإسلام من منظور مختلف، يشوفوا مش نظرة التقديس، لأن نظرة التقديس تمنعك من النقد من التفكير النقدي. نظرة التقديس بتخليك جالس وسطه ومش قادر تلمس أي شيء فيه لأنك خايف. نعم. لكن إذا طلعت منه، أنا عن نفسي ابتديت أقارن بينه وبين المسيحية دون خوف، ولما أجد نقطة حقيقية أقول معهم حق في هذه النقطة، ولما أجد نقطة لازم أبحث فيها أكثر أقول لازم أتعمق فيها أكثر. نعم. فلما تراكمت كل المقارنات وصلت لنتيجة أنه هذا الدين لا يمكن أن يكون من عند الله. نعم. أنه لازم أبحث عن طريق آخر، ووجدت الطريق في المسيح. فإذا إذا قارنت الإسلام بالمسيحية وقارنت بمبادئ أخرى أسمى، ستجد أن الإسلام لا يصلح لا أن يكون قانونا مدنيا ولا أن يكون طريقا روحيا. نعم. نعم. لأنه المسيح قال بصراحة، وإحنا من هذا المنبر بنعلن لكل الأحبة اللي بيستمعوا لينا، سواء مسيحيين غير مخلصين غير مولدين من فوق أو مسلمين لسه ما عرفوش المسيح، المسيح قال بصراحة أنه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فالطريق للوصول للسماء والحياة الأبدية والخلاص من الخطية والنجاة من الهلاك والدينونة الأبدية هو شخص الرب يسوع المسيح وحده وليس سواه. بناخد اتصال. الأخت روز اتفضلي، برنامج بصراحة اتفضلي. ألو، مساء الخير. مساء النور أخت روز، تفضلي. إزاي حضرتك يا حضرة أسيس؟ إزاي الأخ رشيد؟ منورين. أهلا بك. الرب يبارككم ويبارك خدمتكم. أنا عايزة أبارك لكم على البرنامج الرائع ده، ويجعلكم الرب سبب بركة لتنوير عيون وأذهان كثيرين. أمين. عايزة أتكلم في نقطة صغيرة اللي هي بتاع تعدد الزوجات مثنى وثلاث ورباع. الرب لما خلقنا خلق آدم وحواء، كان ناموس موسى ان يعطي كتاب طلاق، ولما جم قالوا للسيد المسيح موسى قال كذا، فقال لاجل قساوة قلوبكم قال كده، لكن في البدء كان ادم، الله خلق ادم وحواء. فهل بعد 700 سنه لما جه الاسلام يرجع الله يرجع اسف اللفظ يتدنى ويرجع لمستوى متدني ويبقى مثنى وثلاث ورباع؟ نعم. فهل ده ممكن؟ من المفروض كل ما بيكون في تقدم في العلم وتقدم يكون كمان في ارتقاء بالإنسان، لكن الإسلام أخذنا ورجع بالناس ورا خالص، مثنى وثلاث وما ملكت أيديهم. لكن قانون الرب يسوع وقانون الكتاب المقدس، بولس الرسول قال كده للرجال: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، يعني حب إلى درجة البذل أيضا. فأشكركم ربي يبارككم ويبارك تعبكم ومحبتكم، ويجعل البرنامج مثمر. مش عايزين 30 ولا 60 لكن 100%. شكرا لك. شكرا لك. بناخد تليفون تاني. برنامج بصراحة. أخت آن اتفضلي انت على الهواء. هلو، مرحبا. مرحبا أختي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. نشكر رب زينين. يا هلا بيك. يا هلا. مرحبا أخ رشيد. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف الصحه والاحوال؟ نشكر ربنا. تفضل. It's really good to hear your voice. يعني I miss your program على
القنوات العربية دا أطلع موجود عندي برنامج جديد هلا اسمه بكل وضوح موجود على قناة الكرمة وعلى اليوتيوب. آه على الكرمة لأن أنا يعجبني أتفرج على التلفزيون أكثر وأنت تعجبني كثير والله يباركك وأنطيك الصحة. بكرة بكرة في الساعة 12 بتوقيت ميشيغان أكون على الهواء على قناة الكرمة في برنامج بكل وضوح ممكن تشوفين هناك. مرحبا. Okay, I got it. Thank you very much. أنا أقول لك الله ينطيك الصحة بس ما أقول لك ينطيك العافية. أنتوا العافية عندكم بالمغرب غير معنا. طبعاً طبعاً فهم الموضوع. شكراً. I know. شكراً جزيلاً. الله يقويكم. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. عافية بالمغربي معناه النار فعشان هيك. Oh wow. كويس اللي تعرفتنا الحكاية دي. Yeah. إحنا بنشكر رب لأجل برامج الأخ رشيد. برنامج بصراحة كل يوم. أربعة من الساعة 4 للساعة 5 وبرنامج بكل وضوح الخميس على قناة الكرمة فضائية الكرمة الساعة 3 بتوقيت ميشيغان تقدر تشاهد البرنامج وممكن كمان تشوف برامج أخرى روحية على راديو النور radionoor.com تقدر تستمع إلى برامج دينية وروحية تستفيد بها روحيا. ناخد آخر اتصال. أخ حسين تفضل أنت على الهواء. مرحبا. مرحبا. احنا عندنا دقيقة لو سمحت بسرعة. تفضل. اتفضل انت على الهواء. حياك الله. اهلا بيك. بدي بس انا سمعت البرنامج الاخ الطارح. يعني الاسلام هو ما هو بعيد عن تعاليم الاسلام. خليه يعرف الاسلام المنجة يقرأ. اذا يسمع القرآن هو حارب العبودية. حتى بالصيام اذا تفطر يوم لازم تعتق رقبة. فأول ما بدأ بالعتق هو رسول الله صلى طيب الله عليه وسلم. خلينا ناخذ نقطة نقطة. خلي الأخ رشيد يرد عليك على النقطة دي. تفضل أخي رشيد. طب كيف أنه حارب العبودية وهو محمد كان عنده عبيد؟ لا لا كيف لا أنه حارب أوكي. لا أوكي. كان عنده عبيد أنت عايز تنكر الموجود تنكره زي ما أنت عايز. أعطيني آية لا تحريم لازم يكون واضح. لا لا حبيبي مثل... حبيبي مو تحريم عندك استنى القرآن استنى 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 يا أخي أوكي. لما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه آية واضحة حرام وريني نعم. آية بتقول حرمت عليكم العبودية فين هي العبودية لا شوف هو خلى علاج هذا شيء مفروض على العالم أنا مش علاج أنت شايف القانون حرام. قانون الروماني قانون أمريكا هون أمريكا مو كان الصعب تجيب عبيد يعني الإسلام الدين يا أخي أنا بقول لك دين حبيبي الدين الدين خلص الناس من العبودية ما خلصهم يا أخي أمكم أحرارة لا 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 هذا هذا أنت ماخذ من 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 كثير من الوهابية ولكن أكو إثنا عشرية أكو إيمانية أكو شيعة خذ خذ علي بن أبي طالب شوف أنا واخذ من القرآن يا أخي أنا مش واخذ حبيبي القرآن إحنا ما نعرف نفسره أنت طيب أقول لك طب خليني نعم. أعطيك من القرآن سورة نعم. النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وتولات خلي موضوع فيه. موضوع أنت ليش خلي موضوع أنا. موضوع أنجيب على الرق أجيب يا أخي أمي خلي أنا معك أنا معك متنى وتولات وربع شوف الأنظمة خليني أكمل الآية استنى كمل الآية إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ما معنى ما ملكت أيمانكم أوكي. هذا الإنسان قبل محتاجين حتى بعد أخ رشيد احنا عندنا أقل من دقيقة له برنامج انتهى الحقيقة. أخ حسين احنا بنشكرك. أخ رشيد خليك احنا بنشكرك لأجل وجودك معنا في البرنامج. والأخ حسين لو عندك أي سؤال أو استفسار هنلتقي بيك الأسبوع الجاي بمشيئة الرب. كلمة أخيرة في نص يعني في ثواني أخ رشيد. هو حابب فهمنا أنه الإسلام حرم العبودية لا الإسلام شرع العبودية في سورة النساء الآية 3 ما ملكت أيمانكم معناها عبودية شكرا. ربنا حررنا جميعا من العبودية أمين. هتكلم في الموضوع ده الأسبوع الجاي بمشيئة الرب. انتهى برنامجنا نلتقي بكم الأسبوع الجاي بمشيئة الرب.